صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم اثنان لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في وزارة شؤون البلديات والزراعة بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد إبراهيم يوسف أحمد يوسف وكيلا مساعدا للثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة